وتدرست اخويا، تعلمت على واحد الاخ ديالي تقريبا شي 18 سنه وانا في هذا الميدان هذا، وخدمه تقليديه يدويه عن طريق المعدات مرمى خشبيه مكوك، هذا لالين هذا لا كيتسمى بالقطن، وكاين هذا السدا، هذا السدا اللي كتشوفي كيدوز من مراحل باش كيولي سدا باش كنركبوه في المرمى وكيعطينا الثوب، وهاد الجهاب هادو اللي كتشوف تما هادو معلم ديالهم كيدورهم، هذا كيركبو في هاد المكوك، هذا حنا كنخدموهم باش كنخرجوا الثوب هذا. المهم هي فيها مراحل كثيره باش كتعطينا الثوب، ماشي غير كينوض وكيتخدم، هذا تقليدي خدمه يدويه 100%، وخدمه ديال الدوام 40 عام 50 عام تبقى عندك ما تموتش، وداك الشيء ديال المان الثاني راه خدمه ديال الماكينه وصافي صبا ما بقيتيش تعاود لوح تقاليد، هي حنا طورناها شويه ثاني. واحد الوقت كانت حياكه وكانت كانت البطانيه والعبانه، كانوا العيالات الاولاد كيغزلوا ويجيبوا الدراز يصوب ليهم، ما بقاش داك الشيء، الدراز داروا مجهود وطوروا الله يجازيهم بخير، وداروا هذا الشيء ثاني ديال الكوفرليات في البياسه 3 متر على جوج ساعتين كاع بياسه مليحه مغيزه من بعد، وهذا الشيء راه فيه بزاف، فيه المخاد فيه السيكان، داك الشيء زين، وراه كاين تطور كاين زواق كاين بزاف الحمد لله، ولكن ها هي دروكا واقفه كديرتها تطور الله يصوب وصافي، هذا ميدان قتاع سياحي، لما كان السياحه ما كاين والو، وجارينا وديالنا كلينا وغرقنا كريدي ما كاينش والو، لا جيت نتحاسب معاك انا دروك تابعني واحد 10 ثمانية تاع كريدي ديال الناس، جاب الله بعد هاد الناس الله يعمرها دار، بعدا ما عطينهم لا شيكات لا والو، كنا نبيعو نشروها بوجهنا، راه صابرين علينا قال لك اودي تخدم ودقاد الامور، عطينا بشويه بشويه، وابريكو دابا جا شي واحد باش يجي كوفر ليا كتصوبهم ليه وتمشي تريح ثاني تيجيب الله شي واحد اخر، لان دابا راه سادير راه ما كاين لا سياحه لا والو، كي بغيتي دير في بيديها، انا راه عندي السلعه دروك محطوطه، كون لقيت شي واحد نقص لي من راس المال نبيعلي يعطيني الفلوس باش نعيش، والناس ديال الغرفه احنا منخارطين معاهم، كيجوا عندك ها وقت الانتخابات دروك يقول لك المعلم تعاون معنا، ما كاينش كاع اللي شاف فينا ولا جا سول فينا ولا والو، لا بصح حنا دروك نيت راه شحال ديال الدراري حابسين وما خدامينش اش يخدموا، وراه عندنا 5 دراري خدامين معايا وجوج عيالات كيركبوا ليا قبيلات ومراه خياطه، ودابا حابسين حنا ما كاينش باش تكون معاهم، انت راسك دروك واحل فيه، يعطونا باش نحركوا واخا شي قرض كاع بدون فوائد ولا كذا، احنا دروك عندنا الوثائق ديالنا عندنا مقاول ذاتي، ملي كتمشي كيقول لك القطاع ديالك ترى واقف، طحان ديالي وتابعني كريدي ديال الناس، بغيت دروك باش نحرك تقدر تجيك دروك شي خدمه ما عندكش باش تشري ليها المواد الاوليه، صداقه دايزه في حريفي دروك، لا خويا اللي دايزه فيه بالله والله المعين، هادشي اللي نقوله.